المسلحين، الجناح المسلح لسلطة الثورة. أنا ما أتكلم إلا عن لسان الجناح المسلح لسلطة الثورة. نريد نقول لأخيرا، هذم هم أبناء تعز، هذم هم شرفاء تعز، هذم هم الذي يعبروا عن محافظة تعز، وليس أنت يا خيران والمجموعة القليلة يعني من حفرة هذه الأمة. هذا الشعب اليمني هم مع حفرة الشعب اليمني، أما الشعب اليمني هم مع أبناء تعز، وأبناء تعز هم مع الشعب اليمني. نقول لخيران يسلم نفسه لأقرب محكمة شرعية تتشكل إن شاء الله بعد نجاح الثورة، ويقلل من الإجرام، ولا تجذب على مستوى السعيدة، على مستوى السعيدة. ونقول نحذره من الإمساس بأي مسلح من الجناح المسلح لقيادة الثورة الآن لثورة الشباب. نقول له سيلقي الخط إحنا على عدة مطلوبين من الأجهزة الأمنية، مثل الأجهزة الأمنية وسلاحهم لم يدهم. والسلام عليكم.